السلام عليكم حبايب طلاب الصف الثاني المتوسط، واهلا وسهلا بكم بالمحاضره السادسه من محاضرات اللغه الانجليزيه الصف الثاني المتوسط الوحده السابعه. محاضرتنا هذه راح نحكي عن او راح نحل تمارين lesson 9 الدرس التاسع بكتاب النشاط. راح نحل تمرين A و B و C. تمرين D و E حاليا بالمحاضرات اللي سبقتنا، كل تمرين يعني الاول تمرين D، تمرين دي حلينا بالهيدلاينز، محاضرة الهيدلاينز، وتمرين الاي حلينا بمحاضرة ماست وشود، الفرق بين ماست وشود. فعندنا تمرين اي وبي وسي. تمرين الاي، تمرين الاي عندك نقص كلمات او نقص حروف، مطيك كلمات وبيها نقص حروف انت تكملهن، ماشي؟ هذا مهم جدا. الاولى بلو، بلوشن يصير تلوث، L عندك نقص وعندك نقص اليو موجودة ورا اليو TI، أوكي TI أيضا نقص. الثانية education، أوكي education اليو قبل السي ورا اليو، وعندك ورا الA T-I-O-N ثلاث حروف. الثالثة disappear ماشي، disappear A والA وعدك الدس قبلها أو بعدها A. الرابعة C فراغ فراغ T، الرابعة سي فراغ فراغ تي فتصير كوت، والخامسة اس تي سي فتصير كوست لو ساحل، والسادسة كول او والسابعة تراك اوكي، والثامنة ايرث اللي هي أرض. هذا بالنسبة لتمرين A. تمرين B عندك يريد write the opposite، تحفظ ال opposite أو المعاكسات مال هذه الكلمات. أكو كلمات تضيف لها فقط بادئة بداية الكلمة مقطع حتى يعطيك العكس مالت هاي الكلمات، وأكو كلمات لا، أكو كلمات يتغير شكل الكلمة تماما. هسه الأولى مثلا agree العكس مالتها this، بس أخلي لها this صارت disagree. الثانية disappear. الثالثة male يعني رجل، شوف female أنثى، male ذكر، female أنثى تغيرت تماما. adult مالك علاقة بالاف اي، هاي مبادئة، ففيميل كلمة وميل كلمة ثانية. adult اللي هو مراهق او يعني شاب، adult بالغ، احنا نصيح له بالغ الادولت. عكسها child اللي هو صغير، ماشي. هذا بالنسبة لتمرين بي. عندك تمرين سي مجموعة مفردات، تنزل هذه المفردات بالكلمة، هذا اسقاطات، هذا مهم جدا. Some African children، بعض الأطفال الأفريقيين are too poor يعني جدا فقراء to get any ليحصلوا على أي من to get any education أي تعليم، يعني فقراء جدا حتى التعليم ما محصلي education. اللي بعدها if the ice caps فراغ the sea level will what، ماذا سوف، ماذا the sea the ice if the ice caps إذا الآيس اللي هي الثلج okay caps melt أو melt yes the sea level will rise. melt يعني إذا ذابت okay the sea level will rise okay rise سوف يرتفع، معدل البحر سوف يرتفع. tigers are فراغ for their fur. tigers are الاسود، اشبيها are hunted يعني
تصاد لفروها، اوكي، على مود الفرو مالتها. الرابعة on the street looks terrible، فراغ on the street looks تبدو على الشوارع تبدو رديئة. شنو هي اللي هي litter، النفايات على الشوارع تبدو شيء مو حلو رديئة. الخامسة leaving all the lights on is very شنو wasteful، جدا شبي wasteful إسراف، إذا تترك كل الأضوية شبيها مفتوحة، فدائما لا تصير wasteful، دائما المصابيح اللي ما تحتاجها طفيها. ماشي. السادسة يقول are used to catch fish، تستخدم لصيد الأسماك، شنية اللي هي net، الشباك. okay. The moving فراغ is harmful، المتحركة هي جدا مؤذية، مؤذية هي مؤذية للبيئة والناس في العراق. شنية the moving desert، الصحراء المتحركة. ماشي. هذا التمرين شبي مهم جدا، وهذا أيضا مهم جدا، وهذا مهم جدا. وجدا أشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله بمحاضرة أخرى مع ألف سلامة.